الشباب الجزائري ومستقبل الجزائر. الشباب الجزائري هو ما نتطلع له نحن المسؤولين على المستوى المحلي. الشباب الجزائري هو العمل المتواصل من أجل خلق جيل جديد يصون كرامة ويصوم ويصون كذلك استقلال هذا البلد. الشباب الجزائري هو كل ما نعول عليه اليوم وغدا إن شاء الله. شباب يتقن التكنولوجيا، شباب يحب الرقمنة، فكل ما قيل في حق هذا الشباب هو يجعلنا مطمئنين ومرتاحين على مستقبل هذا البلد، ويجعلنا كذلك نتأكد من أن الأجيال الآتية إن شاء الله ستكون في مستوى ما نطمح له نحن على مستوى الجماعات المحلية، ويكون كذلك في مستوى الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن. الشباب في ولاية وهران خاصة يعني شباب جد طموح، شباب جد متكون، شباب اللي يملك مؤهلات ممتازة. وكذلك الدولة الجزائرية تحت بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أعطت اهتمام كبير إلى فئة الشباب. هذا الاهتمام اللي أعطته لفئة الشباب يتمثل أساسا في المقاولاتية أو ما يسمى بالستارت اب. ولاية وهران اليوم من الولايات الرائدة في تكوين الستارت اب والعديد من المشاريع في العديد من القطاعات يحملها شبابنا خريجي الجامعة الجزائرية. وهذه المشاريع هذه منها ما هو مجسد في أرضية الواقع مع متعاملين اقتصاديين خواص وحتى متعاملين تابعين للدولة. يبقى الدور كذلك نتاع الجامعة والدور كذلك نتاع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي يقوموا بها الوزارتين دور كبير وكبير جدا من حيث تشجيع الشباب وكذلك وضع الإمكانيات تحت تصرفهم حتى يتمكنوا من تحقيق كل أحلامهم. العديد من الإشكاليات حلت من طرف الشباب الجزائري أو الشباب أو الطلبة الجامعيين الجزائريين. فاليوم لما تشوف مثلا في مجال الرقمنة الذي هي يعني هدف الدولة الجزائرية واللي كل المسؤولين يعني يتحتوا ويعملون ليل نهار من أجل، جاء الإدارة الجزائرية إدارة مرقمنة 100% وكل هذه المهام أسندت إلى الشباب، شباب خريجي الجامعات الذين يعملون في مختلف سواء شركات أو شباب ستارت اب يعني يعملون كذلك في المجال البحث. والنتائج اللي وصلوا لها نتائج جد جد مرضية. منذ أسبوع تقريبا يعني استقبلت مجموعة من الشباب يشتغلون مع مؤسسة جيزي. هذه المؤسسة التي هي مؤسسة جزائرية 100% بعد أن كانت يعني في المستقبل القريب ملك للأجانب، تم استرجاعها وتم يعني شرائها من طرف الدولة الجزائرية، واليوم أصبحت جزائرية 100% يملكون من طاقات والإمكانيات يعني كبيرة وكبيرة جدا. يملكون الحلول للعديد من المشاكل في الإدارة، يملكون العديد كذلك من المشاريع في مجال الرقمنة. وهذه الشركة يعني أبنائها من الشباب، هي تقريبا يعني اللي استقبلتهم كلهم شباب طموحهم يعني تعدى التطبيقيات الاعتيادية اللي مولفين نشوفوا يعني الشباب يديرها، وهم اليوم يحاولوا يروحوا ويوصلوا إلى يعني لا رياليزاسيون دي ميغا بروجي بارتيكوليرمون دونك لي داتا سنتر على مستوى تقريبا يعني عندهم مشاريع على مستوى ولايتين أو ثلاثة. كنت لقيت معهم وتحدثت معهم كذلك من أجل باش نديروا مشروع على مستوى ولاية وهران، لأنه الرقمنة والبحث في هذا المجال العصري يستدعي هذا النوع من الإنجازات حتى تكون النتائج نتاعو يعني نتائج جيدة تقريبا. نظل بلي باش السلطات العمومية وحتى السلطات المحلية على مستوى ولاية وهران
بالتوجيهات نتاع السلطات العليا للبلاد وعلى اسم السيد رئيس الجمهوريه، ظن باللي باش فيه كاين تكاتف للجهود من اجل يعني تجسيد مشاريع هاد الشباب هادو، ومن اجل كذلك تجسيد الافكار الذي يمتلكونها وهي افكار غنيه ومتشعبه. وانا جد متيقن ومتاكد اننا يعني اذا كان واصلنا العمل تاعنا بنفس المنوال ووضعنا الامكانيات اللازمه تحت تصرف شبابنا فسنصل الى نتائج جد ايجابيه وفي القريب العاجل ان شاء الله. نحن هنا من اجل مساندتكم، نحن هنا من اجل اصطحابكم وكذلك وضع كل الامكانيات اللازمه تحت تصرفكم، نحن هنا كذلك من اجل ان نوفر لكم اسباب النجاح كذلك كامله. نريد الخروج من الامور النظريه والوصول الى الامور التطبيقيه على ارضيه الواقع، لان هذا ما نريد وهذا هو التقدم وهذا هو الرقي وهذا هو الحلول العملية التي تنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين بصفة عامة. الدولة لن تدخر أي جهد في وضع كل إمكانيات تحت تصرفهم، والدولة ستوفر كما قلت يعني جميع ظروف وعوامل النجاح لأبنائنا، ونحن أملنا كبير فيهم، فنطلب منهم العمل والمثابرة لأنهم هم مستقبل هذا البلد، لأنهم هم أملنا في الحياة، وإن شاء الله ستكون النتائج في مستوى ما نتطلع إليه جميعا إن شاء الله.